الفاشل الحقيقي اللي يخاف من الفشل أو الخسارة أو الرسوب لدرجة ما يحاول حتى أن يخوض الامتحان. اللحظة اللي تخاف بيها أنك تجازف هي اللحظة اللي لازم تجازف بيها. قوي قلبك وخوض الامتحان وكافي تحلم. أحلامك بدون أهداف تبقى أحلام، يراد لها تخطيط ودراية وعلم وانضباط حتى تصير حقيقة. واليوم أثبت مجموعة الحالمين من البلو تيم أنه بروح الفريق والاتحاد ممكن يوصلون لغايتهم ويفوزون بإيمانهم المطلق وغيرتهم العالية. خلتهم باستعداد دائم لأي مواجهة، وإذا خسروا يضحكون لأن يدرون القادم أفضل. اتغيرت الكابتنية عندهم 3 مرات وما انهزوا، لأن فريق قادة وقلب واحد. درس كان يفتقده الرتيم بأنانية قائدهم السابق حيدر اللي ما خلى لعبة مشارك بيها، وبين إخفاقات هواي ونجاحات قليلة بزغ فجر الكابتن أحمد الجديد الخلوق والمثابر ليكون هيرو الحلقة السابقة. بذلك قادت أمس هم زيرو، اليوم كايا راح تشارك نور بتحدي جديد، والفارق الشاسع قد يتغير اليوم بأي لحظة. ننتظر ونشوف. مشاهدة ممتعة. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج التحديات الاول من نوعه بالعراق، برنامجكم الاجمل والاحلى، برنامج يا اهلا وسهلا بكم. بعض النقاط اللي ممكن الواحد ما يحسب لها حساب هو البساطه. ايش قد ما ممكن يتخيل انه الدائره اللي عايش بيها هي معقده بالتفاصيل والشوائب اللي تحيطها. إذا ركز بهدفه كل الزين وعرف بالضبط شنو يريد راح يشيل كل شي غلط ويختار بس الصح. بالحلقة الفاتت 5 دقائق كل واحد من الفرق أخذ على مود يبني شي، التهوا بالبسامير والشاكوش، كان الموضوع أسهل من هيجي بهواي. مسألة تركيز، ركز على أهدافك راح توصل اللي تريده ولا تخلي أي شيء شوشك. أعزائي المشاهدين خليكم ويانا، اليوم الحلقة راح تكون مليانة تحديات ومفاجآت هواية كالعادة. حلقتنا اليوم هي خاصة جدا وراح تعرفون ليش. كل مشاهدينا على قناة ريو تي في وأيضا الجمهور اللي حاضر ويانا بالاستوديو، أهلا وسهلا بكم، وأريد منكم ترحيب حار جدا لفرقنا البلو والريد تيم. استريحوا، شلونكم؟ زينين؟ يمكن نص دقيقة أخذت. مو حلو؟ برج مع الحمام. ضحك على البرج لا ضحك على خيبة الأمل، على خيبتكم يا بيبي. سهلة. سمعت إيش قلت صح؟ سمعت إيش قلت من جتوب الباك جراوند؟ ركز، توصل. شيل شكو شي مزعج، شكو شي حاول يشتتك عن هدفك، راح توصل بسهولة. تعرف شنو تريد راح تلقى الحل. واضح؟ كباتن تفضل يمي. العمل الجماعي أهم من كل شي، وروح الفريق هو السلاح الأهم اللي تسلحون بيه انتو بالتحديد. كرروا أحمد، وهذا اللي أثبتوه خلال ال 11 حلقة اللي احنا بيها 11، 10 اللي فاتن وايضا هسه الى نهاية الموسم.
لذلك انتم تستحقون تواجدكم بالمكان اللي انتم بيه. ولكن اللي شفناه واللي وصلنا من فريق الانتاج وكل من موجود ومتابع لتحركاتكم داخل الاستوديو وخارج الاستوديو بغرفة الملابس وغرفة الاستراحة كانت غير منظمة وغير نظيفة، وهذا ما يعكس تصرفكم اللي أنا أعرفكم به أو خياراتكم اللي أنتوا تختاروها، خاصة أنت أحمد أو كرار. فلذلك قرر الزعيم يا كباتن خصم 20% من مجموع النقاط بالعشر حلقات اللي فاتت من البلو تيم والريد تيم، لعل يكون درس واضح إلى أنه شخصيتك اللي تبين قدام الكاميرا هي نفسها برا الكاميرا. لأن ما أعتقد بيوم من الأيام وبإحنا بهذا الوقت وبهاي السنة بالتحديد المشاهد كلش ذكي ومستحيل يكون مغفل أو غشيم أو تفوت عليه هيش تفاصيل. خلي انضباطكم اللي ديبين بالاستوديو والفخر اللي موجود من عندي تجاهكم وكل الكادر وفرح عوائلكم بيكم يستمر في كل مكان انتو بي، مو بس داخل الاستوديو أيضا بخارجه. هذا درس بسيط والعقاب وارد وما بي مشكلة إن شاء الله ننتبه لهذه التفاصيل. انتوا راح تعكسون صورة القناة وصورة البرنامج وصورة اخوكم الكبير، تمام؟ تفضلوا ارتاح. شكرا جزيلا. تمام كايا نور تفضلوا عدي على 20% نزلت جوا الف اثنيناتكم راحت فوق الالف راحت. يلا سهل ما دام اثنيناتكم سوى بعدكم الصدارة يستاهلون. بلو تيم بطل، تعرفون التفاصيل؟ نعم. قابلة التحدي؟ طبعا قابلة التحدي؟ أكيد. إذن التحدي الأول من الحلقة 11 من برنامجكم الأجمل والأشر والأقوى، برنامج كلاسيكو. مثل ما تشوفون انشارة خشب بيها شوية زبيب شوية مكسرات وخواشيك، ناكلهن، اللي خلص اول ياخذ النقاط. اي تاكلين الجاره مال الخشب، ما عندنا شقه احنا. تاكلين الجاره جاهزه؟ يلا نسمع الجرس. ناكل شقه؟ لا بس دقيقه شو تمام. موجوده 18 زار جوا. تمام؟ نحفر بيدنا؟ الخاشوقه المن لعد. يعني مو من راح تاكلين الخاشوقه، خلص الخاشوقه لك. نطلع زارات. بالخاشوقة نحفر دبن هنا زين. 18 زار هنا و 18 زار هنا، اللي يخلص قبل الثاني يطلع ال 18 كلهم يصفطن هنا الا 30 نقطة. بالخاشوقة مو بالايد، ادور اطلع زار احطه هنا. اوكي 18 جاهزين؟ كاية كاية جاهزة؟ نور جاهزة؟ نسمع الجرس. كادر انتاج احنا اكيد حاطين زهرات جوا لو بس يا ريت تشيكون. اوكي حنخلي تايم. التايم التايم نص ساعة. هلو كاية هلو كاية كاية
دا اشوف واحد. راح غركي دا تنبسه. العب في الخواشيك ودور بدينا بسرعه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. خلينا نحسب ايش قد جمعت نور. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. انا 15. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر 11 12 13 15 30 نقطة. تمام. إذن هسه كاية خصمت 30 نقطة للبلو تيم وصفر للريد تيم. معلش بس راح نطلع الزارات ومحضرين مفاجأة حلوة خليكم ويانا. رجعنا وياكم أعزائي المشاهدين في كل مكان، مشاهدين ومتابعين قناة ريو تي في، وبالتحديد الحلقة 11 من برنامجنا الأجمل والأحلى برنامج خبلون. أموت على المتسابقين والمتحدين وأموت على الجمهور الحلو وكل من جاي يتابعنا يا بعد روحي. قبلها قبل شوية لعبوا منو الزيروز اللي هما منو كايا بالبلو تيم ونور بالريد تيم. كايا مين أنتي؟ من النجف. نور تيمين بغداد. إذن بهاي الحلقة راح يمثلون الزيروز المحافظات راح يلعبون بيها حلقتنا 11. يعني كايا إيش قلت شنو راح تكون البلو تيم؟ النجف. والريد تيم إيش راح يكون؟ بغداد. تمام. حلوين حلوين حلوين. نرجع للتفاصيل المهمة مثل ما عرفناكم قبل الفاصل الصغير. إذن موافق كابتن كرار على اللعب وكابتن أحمد أيضا موافق على اللعب. راح يتم فصلهن ثلاثة ثلاثة للزارات، كل واحد بيكم حيلعب. كابتن أحمد ساعدني بالجهة المقابلة، كرار أيضا تفضل. إيه تقدر عليه. ثلاثة 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 ثلاثة. عاشت ايدك. كل لاعب يجي خلين. اوكي واضحه الفكره حمودي؟ يلا حبيبي. اذا شباب طريقه اللعب كالتالي، ركزوا. خلصت احمد؟ خلصت.
يلا روح ارتاح، روح قرار. هاي باوع، بس باوع لي، خلينا هنا بالقلاص. مم يعني مستحيل يوقع، واذا وقع ما ينحسب يعني خساره حرامات. فاهدئ شوف شنو الموضوع. ماشي حبايب، يلا عيني. منو يبدي كباتن؟ منو حتختارون؟ كباتن؟ يلا تفضلوا. تحيه لاحمد والكرار. جاهزين؟ اسمع الجرس. شكرا. نيكست نيكست بسرعه. يلا يلا شيماء، يلا حيدر. يلا حيدر 13 نقطة. 13 نقطة. يا تو نفس الشيء. That's crazy. يلا يلا 14 نقطة. 12 نقطة. يلا نيكست. على كيفك خليه. سبع نقاط. اوكي 12 نقطة. جميل. مستحيل الرتيم، والله مستحيل، ماكو شحط خطيه. يلا شكرا. يلا شكرا. يلا نجمع نبدي بالرتيم. 3 3 6 12 5 ب 6 11 و 12 23 23 و 7 نقاط 30 و 14 44 تمام 44 و 13 57 57 و 5 و 4 و 3 اللي هو 12 اي 9 ايش قد 9 و 69. هداش. 12. 23. 23 و 13. 36. 36 و 12. 48. 48 و 13. 61. ايش قدرتوا؟ 67 61 62 63 64 و 4 68 يعني حقيقة المعجزات تصير بكلاسيكو. قبل فترة هم لعبنا بواحدة من الحلقات لعبة، وأيضا كان الفارق نقطة اللي هي كانت بين شيماء أتذكر وكاية، هم كان عدد كلش كبير مريم وفرق نقطة. إذا بعد خصم 20% من الفريقين فالبلو صار 1015 والريد تيم صار 908 تمام. انضافت 30 1045 ونضافت 69 للرد 977. إذن البلو تيم النهائي الآن 1045 977. حلو 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 حلو، كلام جميل. حلو الفارق كلش حلو صار.
تقريبا الفارق هو يعني 68 نقطة. ووو 1-2 200 وشوية. أعزائي المشاهدين، بعد ما ربحت كايا ال 30 نقطة بتحدي الزيرو وربحوا بمعجزة نقطة واحدة الريد تيم 69 نقطة إضافية لهم بخلال هذا التحدي، نبارك لكم هذا الانتصار، وإن شاء الله يكون مؤجل انتصار آخر. كل التوفيق لكلا الفريقين. راح نبدأ الحلقة 11 بعد قليل، خليكم ويانا والتحدي الأول. Stay healthy and fit guys. صحيح لازم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، رجعنا وياكم مرة ثانية في برنامج التحديات الأول والأقوى، برنامج كلاسيكو. هاي اللعبة 15×15 قرص، 3 جولات، كل جولة 20 نقطة، اللي يمرر كل هذني ال 15 بهذني الأهداف الاثنين اللي مفتوحة، أكثر واحد راح. كلهم تلعبون؟ يس. كلهم تلعبون؟ لا، 3 لواعيب كل هذني ال 15 هتلعبون. أوكي. اللي يخرجن كلهن اللي يبقى أكثر هنا هو الخسران، اللي مخرجهم كلهن أكثر هو الرابح. واضحة مو؟ بس جيب جول، جيب جول، جيب جول بين كلهن. الباقيات أكثر هنا خسران، والخارجات أكثر هو الرابح. واضحة مو؟ تمام. زعيم منو حيلعب أول شيء؟ عيسى و عيدر. جاهزين؟ نسمع جرس. اي هو هذا الجرس. راح يدوري. لا اي هاي الصحه. حلو قوي. حلو يدوري. حلو ابو الحيس. حلوه. حلو ابو الحيس. حلوه. يلا يدوري. يلا ابو الحيس. استعيد. شيماء جاهزة، نور عندكم وقت كلش كافي، الوقت مفتوح على كيفكم، ركزوا ونسمع الجرس. باقي 4 عند شيماء والريد تيم باقي له هواي 20 نقطة جديدة مضافة إلى البلو تيم. جاهزين؟ على راحتكم شوي شوي. ريد تيم ترى برقبتك هاي. يلا عين اسمع الجرس. يلا يلا بطل. حلوة 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 عليك 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 واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة سبعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة سبعة. زعيم زيرو. أحمد الكرار يعيدون الجولة. يعني عاتق هذا التحدي واقف عليكم. ريد تيم ينتظر وأيضا البلو. جولة إضافية من الزعيم بسبب التعادل الأخير اللي صار بين سوزان وآية. جاهزين؟ اسمع الجرس. يلا
إذا البلو تيم يحسم التحدي الأول من الحلقة 11. الله لونج واي 60 نقطة للبلو تيم. خلص التحدي الأول من الحلقة 11 من برنامجكم الأجمل والأحلى برنامج التحديات الأهم بالعراق برنامج خليكم لا تروحون بعيد جايكم تحدي أقوى بعد الفاصل. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين في التحدي الثاني من الحلقة الـ 11 للبرنامج الأجمل والأقوى برنامج تحديات الأول بالعراق برنامج الله على الطاقة. يا سلام سرتين ما إلى حل، تعبنا وهلكنا، سوينا لهم لعبات خاصة، طيناهم جواكر، ما ظل شيء ما سويناه، يا بجيبوا حطوا سووا ماكو، عجز الزعيم وياهم، عجزت وياهم، قمنا نلعب وياهم، الكادر دخل يساعده ماكو فايده. يا عجز والله ما ادري. المهم هذا التحدي اسمه فنك تجيب جول. فنك. اسمه او اسمه يا رب يوفقني. يا رب يا رب. احنا نبقى بس انتوا لازم تدعوا لهم والله. حتى وإذا خسر يا رب يوفق، يا رب الريد تيم يفوز بهاي اللعبة، يا رب ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة، خلي يجيبون أي نقطة، أي نقطة يا رب إن شاء الله هاي الجولة والوراها وحتى الحلقة كلها ما عندنا مشكلة، حتى لو نطلع كلنا زيرو. يا أمين كلنا زيرو. أوكي هنا أكو عشر كرات مال بينج بونج او كرة منضدة يسموها او تنس طاولة، هاي العشر كرات تنحط هنا، اكو هيج كلاسيكو صغيروني اكس هيجي خلي هنا وننفخ مجدتي وراح اظل انا اعيد جو بس تحطها تنفخ عليها مو هاي لفوق تقدر وهي نازلة وهي تمشي تقدر تنفخ عليها يمنى يسرى دير بالك تعالي منها يعني بس على وين تجي. الكباتن يختارون ثلاثة كل جولة بيها ثلاثة يعني كل عفوا التحدي بيه ثلاث جولات كل جولة بيها 20 نقطة. كرر منه حتختار لو بدي بالريد اي اي يلا ريد تيم احمد منه اي تفضل يلا تحية الآية نسمع الجرس نفخي يا رب بالله من البداية نفخي أحسن على التوجه تتعب بين التدريبات لازم تنفخي نفخي نفخي أحسن هي حلوة حلوة حتى البلو شجع لا ما في جلال إذن ست كرات من أصل ثمانية بلو تيم من عندكم كاية يلا عيني تفضل اخذ كرة نسمع الجرس
كود. حلوة. حلو 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 باقي 2 وقعنا 3 اذا انحسمت هاي الجوله الى اي يلا يلا اسمع الجرس اخذي طوبه قبل ما تهدي عليك بس لا تستعجلي مريم مريم على كيفك وردي قوي مريم لا تستعجلي حتى خفيفه خفيفه كلش عليك عليك عادي مريم عادي عادي زيدي شي ابقى وهاي حلوة 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 جرس ادور علي يلا جرس حلو 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 بس اسرع اسرع شوي حلوه 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 هيك بطل بطل حلوه هيك هيك فيها قوي فيها قوي بس سكتوا جاي والله والله هي سكتوا ما علينا خصم يا اسرعي لا توتري نور عيني حلوه حتى صغيره كيوت كيوت لا هاي كيوت لا اوفي براحتك اوفي براحتك تجي هي تجي حلوه نور حلو نور بطل بس وحده واقع فينش فينش يلا ايش بدي من الله هاي تعدل بس ما اللي جابتها؟ ما اللي جابتها؟ اوكي 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 قبل ما تشوف فيها قوي قوي لا 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 ايه 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 حلو بعد وحده لا لا خلاص كافي كافي اقعدي خلاص اسمع الجرس حلوه حلوه عيونكم عادي عادي عيونكم عليك يوم عليك يوم عليك يوم لا لا قوي ترى حلو بعد جاي واقعة لا اثنين بعد وحدة بعد وحدة ترى لا لا بعد ثلاث لا 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 ل
يلا بعد 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 اسمع علي لا هاي لا بعد لا لا بعديها لا ما جت نفسي حركة لا ما جت نفسي حركة وانا عليك عليك متجمد زعيم هاي 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 أربعة لا صبر صبر بعد بعد وين ده هي أربعة لا 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 يلا البلو 1026 للرد حلو حلو 99 نقطة تقريبا مو فرق 99 نقطة فرق بعدكم نقطة ودخلون طب والرد تيم أكفى ناس يفوتون طبية أنا أشهد إذن أعزائنا المشاهدين خلص هذا التحدي الثاني خلينا نشوف التحدي الثالث شو نظام منه ويا رب التوفيق يا رب للريد تيم من البيوت من يومكم ادعونا جاي بعد الفاصل رجعنا لكم بالتحدي الثالث من الحلقة الحادية عشر من برنامجكم الأجمل برنامج تحديات الأول بالعراق برنامج الله شفت البلوتي ما شاء الله طاقة البلوتي كلش عالية والسبب هو نجاحهم وفوزهم الدائم هو هذا الدافع الوحيد اللي يخليهم هيجي أكتف ما له علاقة بالله خلينا نجرب مرة ثانية كلها تسكت بس أرد أسمع أرد أسمع الريد تيم والله شوف الرتيم من احلى برنامج يو يابا هاي الصرخه بيها حرقه قلب مال اردفوز بيها شويه شويه بيها ريحه ولا للتذكير اعزائي الفرق ما تقدر تستخدم الجوكر اذا كانت درجاتك او نقاطك اعلى من الثاني يعني الحلقه القادمه هي الاخيره لاستخدام الجوكر بالنسبه لكم فريقين اذا نزلتوا طبعا تاجون انتم وانتو اذا مو هالحلقه اللي وراها هاي اللعبه بيها ثلاثه راح يلعبون ثلاث جولات الكباتن هم اللي راح يختارون يرادل قدره عضليه وتركيز وسرعه الوقت الاسرع بخروج اللاعب من هناك لهنا هو الفائز بكم نقطه 50 نقطه اسمع جرس يلا اسمع يلا روح روح يلا لازم احسن صار لازم حلو 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 على كيفك يلا حبيبي زين حصل على وقت قياسي اعتقد دقيقة و15 ثانية ممتاز هسه احمد تقدر تكسر هذا الرقم؟ ان شاء الله برايك؟ مستعد؟
بطل حمودي انتبهوا عليه من يطلع بطل بطل حمودي والله وقدع حمودي هذا حزام بارك دول حزام بارك عافية زين عافية احمد يلا حبيبي تفضل اسمع جرس متقارب جدا من زين دقيقتين و28 ثانية يلا معلش اسمع جرس بطل عيسى بطل عيسى دقيقة و28 ثانية بطل عيسى بطل
جرس. ايش قد الوقت؟ 60 ثانية دقيقة. برافو حيدر، بطل بطل. 50 نقطة تروح للريد تيم. اوكي، رجعنا وياكم بالجولة الثالثة من التحدي الثالث والأخير من الحلقة 11 من يا برنامج جاسكا. عافية يا طاقة، جاهز كرار؟ يلا حبيبي بطل بطل كرهر. اسمع الجرس. خمسين ثانية رافد، تقدر تكسرها؟ اوكي ماشي، تقدر تكسرها؟ ان شاء الله. بطل مو؟ قدها قدها رافد؟ اسمع الجرس. سلام زعيم، كسر ال 58 ولا لا؟ 50 ثانية. الريد تيم حسين ال 50 نقطة الأخيرة، بذلك المجموع راح يكون كالتالي. نسمع لل 1175 للبلو، 1117 للرد. الفارق هو 58 نقطة. حلو حلو، 58 نقطة. والحلقة القادمة الأخيرة لاختيار الجوكر. رد تيم، عاجبكم تختارون جوكر ولا لا؟ لا. ماشي،
خليكم معنا لا تروحون بعيد، فشوية راح نجي على الزيرو والهيرو. رجعنا معكم أعزائي المشاهدين ومتابعين قناة اليو تي في، وبالتحديد برنامج الكلاسيكو الأقرب إلى قلوب حبايبنا وأهلنا العراقيين في كل المحافظات الطيبة. وعلى طار المحافظات، اليوم الريد تيم بيض وجه وبغداد فازت على النجف. انتو نجف، بغداد فازت، الريد تيم فازت، وهاي الحلقة عليكم بالنقاط، انتهى الموضوع. أوكي، إذن وصلنا للحظة اختيار الزيرو. كل واحد منكم راح يكتب الزيرو مال الفريق اللي قدامه. يعني انتم تكتبون الزيرو مال ريد، والريد يكتب الزيرو مال بلو. زين مريم، اكو استاذ مريم يختارون. حبيتها حبيتها حبيتها. تفضل تفضل زين. انا ما اخذ راب بس حبيتها منكم، راح ارد لكم الكلام. مريم طبعا بيتك ومطرحك مره رابع، شرفتي ونورتي رابع مره. يلا تمام. كاية تفضلي يا امي. وبعد شلونكم؟ زينين؟ الحمد لله والشكر. قرار من الزعامة، وبسبب مراقبة هذه الحلقة بدقة عالية، تعاقب كاية بخصم نقاطها اللي أخذتهن بهاي الحلقة بالتحديد، اللي هي 30 نقطة فقط، وذلك لسوء تصرفها داخل الحلقة. لذلك راح تكون كاية هي الزيرو عوضا عن زين. حلو حلو. كايا هي زيرو بخسارة 30 نقطة، ومريم ما أشغل شفاع، الحمد لله والشكر. إذن أعزائي المشاهدين، النتيجة كالتالي: 1145 لي بلو تيم، 1117 ريد تيم، فارق بس 28 نقطة صار. طيب الأمور تصير وإيزي يا عزيزي. زعيمنا من هو هيرو الحلقة؟ منو؟ منو هيرو الحلقة 11؟ باقينا حلقتين وينتهي الموسم مع الأسف. منو هيرو هاي الحلقة؟ ثلاث مرات، مرتين، مرتين. أروح يم البلو ثورد. أوكي تمام، أنا يم البلو. منو راح تختار من الشباب أو البنات اللي بالبلو تيم؟ كرار هيرو الحلقة. اعطيني يلا ثلاثة. ثلاث مرات يرى الحلقة كرار الكابتن وبجدارة. الله يا كرار، الله يا كرار. باربع حلقات بس بعرش ما بس ايدك بطل حبيبي كرار. إذن وصلنا وياكم إلى ختام الحلقة 11، وبقاينا بس اثنين ونودع ونلتقيكم ممكن مواسم ثانية. هذا راح نعرفه بآخر حلقة من برنامجنا الأجمل والأحلى، برنامج تحديات الأول بالعراق، برنامج تنتظرونا بالحلقة 12 جايين.